المباراة. قبل المباراة ما تصير على أرض الملعب احنا حبينا نسوي بروفة بين الشباب الموجودين. كابتن نواف المطيري، حياك الله كابتن نواف. الله يحييك. ما تحتاج تعريفها أعتقد. الله يحييك أخوي بجاسم، وأنا شاكر لك على الاستضافة الحلوة. يا حياك. وصراحة أحب أشيد بالبرنامج هذا، البرنامج اللي الأكثر من رائع صراحة. مشكور يا نواف. وبالجانب الآخر من نادي كاظمة مشاري العاصمي الشقي، احنا نسميه الشقي. حياك الله مشاري. الله يحييك، حبيت أمسي عليك ومسي على الأخوة المشاهدين، ويعطيك العافية على الاستضافة. ليش تأخير يا مشاري؟ قعدت انا ونواف موجود سعد من ايام السلمية، ودائما انا معي كان مسلمية سنة من ايام السلمية تاخر، معروف بالتاخير. اي مشاري. طيب قبل أن نبدأ بالكاس خلينا نتكلم عن مباريات الدوري، خاصة يعني اليوم شفنا مباراتين ما شفناهم لكن شفناهم من خلال التقرير وسمعنا عنهم. مباريات طيبة. نواف، اليوم القادسية 3-0، يعني الحين الكل قاعد يتكلم ان القادسية تقريبا ضمن بطولة الدوري، على يعني على نظرة للنتائج اللي صارت اليوم. اول شيء انا بالنسبة للنقطة هذه، انا ممكن مو مع يعني غالبية الجمهور اللي يقول ان القادسية خلاص يعني ضمن الدوري، خصوصا ان باجي تقريبا قسمين، يعني بس ان مباراة واحدة رايحة من القسم الثاني، باجي قسمين تقريبا على نهاية الدوري، وكل شيء ممكن يصير. مشوار طويل. مشوار طويل، ممكن شيء ممكن يحدث اي فارق يعني من خلال تعثرك بمباراة او مبارتين، وتو الناس على الدوري. انا اشوف ان الدوري يعني ممكن نهايه القسم الثاني يبين اذا استمر الوضع بالفارق والنقاط هذا. شلون الاحساس تلعب مع فريقك اللي لعبت فيه من قبل؟ والله يعني في يعني لما تدخل المباراه مع السالميه ربعك ولا الوضع طبيعي يعني؟ بالعكس، يعني انا لعبت سنه بالسالميه وكانت الحمد لله تجربه من وجهه نظري الشخصيه كانت تجربه ناجحه. واعتز اني بيوم من الايام يعني خلال مسيرتي الكرويه اني لعبت بنادي كبير مثل نادي السالميه، خصوصا ان اللاعبين الموجودين يعني تقريبا كانوا زملاء لي، يعني افتحوا لي نادي السالميه كانه يعني بيت من بيوتهم، وقفوا معي وقفه وما انسى فضلهم علي يعني نادي الطيب هذا. مشاري، نبقى بالدوري، مباراة اليوم مع النصر 6 أهداف، يعني يمكن أكثر مباراة اليوم شهدت أهداف. نعم النصر قدم مباراة طيبة حسب ما سمعنا يعني، لكن هناك بنتكلم أن لاعبين نادي كاظمة داخلين هذه المباراة وخلنا نقول بتفكيركم مباراة النهائي، صحيح الموضوع هذا؟ والله قدر يعني التركيز أنا أقصد يعني. لا لا، بالتركيز طبعا داشين، كل مباراة لها تركيزها و لها أهميتها. بس شوي يعني المدرب ركز يمكن على النهائي، ريح يمكن كذا لاعب، يمكن ريح 5 لاعبين. عندهم انذارين، خاف عليهم لا ياخذون انذار ثالث ويتوقفون. مريح 5 لاعبين. 5 لاعبين إيه، لان عندهم انذارين. عندهم انذارين إيه، مو عشان المباراه الجايه. اي عشان عندهم انذارين، لان اذا اخذ انذار يتوقف النهائي. فحب انه يريحهم عشان لا ياخذون دار ثالث ويفقد يعني عناصر مهمه بالنهائي. انا هذه النقطه طبعا قادر استوعبها، يعني هو عنده انذار بالنهائي وتوقف بالكاس. انذارات نفس كل بطوله داش اخوي محمد، يعني مثل ما قال اخوي مشاري تفضل فيها، ان انذارك اللي مثلا كاس الاتحاد ينحسب لك مثلا بكاس سيدي سمو العهد وكاس سيدي سمو الامير، فكل انذارات داش بنفس البطوله. هذه تاثر حتى على تركيز اللاعبين، خطط المدرب، مثل ما صار يمكن اليوم حق متشلا عدل يعني مثل هالنظام. يعني اليوم فقد يمكن 5 عناصر مهمه بالفريق، يعني رايح يمكن شهاب ويوسف ناصر وناصر لهيب وكذا لاعب. يعني تاثرتوا بالغيابات هذه في المباراه؟ اكيد انت يعني تغيير هذا نص فريق، يعني لو لاعب لاعبين يمكن ما يتاثر فريق يعني. بس هذا تغيير نص فريق، خصوصا ان اللاعبين يعني متجانسين صار لهم فتره، انه يعني بدون قصور باللاعبين اللي لعبوا مكانهم، بس انه اي فريق يتغير منه 5 إلى 6 لاعبين يصير فيه خلل يعني. يعني يمكن تكلمنا بجانب من مباريات اليوم بالدوري، كاظم مقادر على المنافسه؟ والله الفارق كبير، وايد بس كبير. ليش لا؟ الناس ما قال اخوي نواف يعني، قال تو الناس على الدوري، وقبل يمكن كان الكويت مبتعد عن القادسيه يمكن 15 نقطه ورجع لاخر جوله، ما نحسم الدوري لاخر جوله. طيب خلينا ننتقل حق كاس الامير. نواف ابدا معاك، يعني معروف كاس الامير والاجواء، ها وخاصه اذا كانت مباراه نهائيه، احنا يمكن اي مباراه بكاس الامير تشوف مباراه قويه، فما بالك يعني بنهايه كاس الامير. شنو استعداداتكم حق هالمباراه؟ شنو سويتوا يعني حضرتوا نفسكم؟ يعني بالنسبه للمباراه هذه تدري يعني مباراه يعني عن موسم كامل، خصوصا انها تحمل اسم سيدي صاحب السمو امير البلاد، وبطوله عزيزه على الشعب الكويتي ولها نكهه خاصه عندنا اللي هي بطل كاس الامير.
مثل ما تفضلت احنا اليوم كنا قاعد نلعب مباراة عن مشاري هذا اي عن مشاري مشاري والله قاعد يطالعك كنا قاعد نلعب يا قبلك اليوم كنا قاعد نلعب مباراة اليوم مثل ما اقول لك يعني تركيزنا مو مع المباراة انا اليوم اليوم يعني خصوصا ان بعد 48 ساعة عندنا مباراة مهمة اللي هي بطولة كأس الأمير يعني الحمد لله نقدرنا ناخذ النقاط مباراة اليوم الثلاث تكون دفعة معنوية للنهائي بالنسبة استعدادنا للمباراة النهائية هذا واقع صح نواف يعني مهما كان احنا ما وصلنا مرحلة الاحتراف اللي نحط تركيزنا بمباراة واحدة اي صعب واقع ان الواحد يفكر خصوصا ان احنا خلال اسبوع اخوي محمد لعبنا ثلاث مباريات بطولة اسيوية دوري راح نلعب نهائي كأس الأمير يعني خلال ست ايام اللي طافوا دوري والاستعداد راح يبلش من باكر ان شاء الله من بعد التمرين راح يدش الفريق في معسكر ان شاء الله استعدادنا للمباراة النهائية ان شاء الله فندق طبعا فندق اللي هو فندق تجمع الفريق فيه بيومين قبل المباراة منو من اللاعبين ما راح يكون حاضر بالمباراة هذه والله الفريق يعني من اول الموسم اخوي محمد ما كمل يعني لعنه الاصابات يعني ملاحقتنا بشكل مو طبيعي ورانا يعني الحمد لله لكن القادسية بمن حضر ما يقولون يعني الحمد لله عندنا يعني ثلاث صفوف كلها نفس المستوى اي واحد يشارك يؤدي المطلوب وزياده يعني منه لكن في غيابات يعني اسماء محدده اللاعبين المصابين الموجودين حاليا بالنادي يعني اكثر من لاعب يعني الحاج فراس يعني هذول ممكن يبين فراس باكر بالتشخيص انا سمعت مساء من فراس انه باكر يبين معاه بالتشخيص هل راح يشارك او لا يعني نواف ايش اللي سويته حق هالمباراه يعني ما هي مباراه عاديه مشاري بقول دائما نواف تعال متجر مره ثانيه طبعا الكل عارف ان يعني فريقنا هو اللي حامل اللقب وداشين مباراه صراحه بتركيز عالي وما نبي يعني نبي نحافظ على اللقب ان شاء الله وفي ان شاء الله استعدادات ان معسكر داخلي في معسكر داخلي في معسكر داخلي ان شاء الله وان شاء الله نقدر ناخذ الكاس هذا تصريح حق نواف راح تاخذون ولا ان شاء الله نقدر لا ان شاء الله احنا نبي ناخذ الكاس اكيد رياضه لازم نبي الكاس ان شاء الله شنو ايش اللي صاير بكاظمة يعني مشاري الوضع بكاظمة يعني نشوفكم مباراه ما شاء الله بالعالي مباراه ثانيه ما نشوف لعب يعني حتى لكن نشوف مباراه ثانيه ما شاء الله تقدمون مباراه قويه ايش اللي صاير ايش اللي قاعد يصير بغرفه الملابس هذا دائما احنا الواحد لما يسولف عن غرفه الملابس فيها في عندكم مشكله بين والله أنا وياك بهالنقطة صراحة أن فريقنا يوم تشوفه فريق يعني يمكن تقول يقدم. هذا يقدم أداء ولا أروع مباراة تشوفه تقول هذا فريق سيء بس يمكن قلة الخبرة شوي ولاعبين فريق يعني كله صغار أعمارهم صغيرة ويعني شوي تنقصهم الخبرة يعني يمكن أشوف هذا السبب الوحيد أنا خبرة إيه لا يكون لاعبين يعني عندهم خبرة في لاعبين منتخب يعني خلينا نقول يوسف ناصر فهد الفهد في اكثر من لاعب يعني ما فريق كامل إيه مو فريق كامل بس انه يعني لازم يعني لو تشوف الفرق الثانيه لازم تحس ما في انسجام لا في انسجام وفي في انسجام إيه بس انا اقول شوي قله الخبره بس شلون ما شاء الله معاكم والله زين ما عليه زين زين ممتاز اكثر من شيء لا ممتاز ممتاز اكيد والله هو دائما يقول لك الكلمه الاولى هي الصار يعني هو قال زين ما شاء الله زين مو زين خلينا نشوف كلام ما شاء الله ردا على مشاري تجهيز نادي كاظمة اللي كاس الامير خصوصا انكم يعني محافظين على هذا اللقب يعني about final how you're preparing you know we are prepared because we have very good motivation we play against national team because fair players left to Korea national team and I think players now know that it's very tough game and I know that favorite is Katia but I think football sometimes it's crazy and we will fight about the best result يعني يقول انت عارفين ان راح تلعب ضد فريق يعني يمكن 10 لاعبين من لاعبي المنتخب والكل يعني بهالمباراه راح يكون تركيزه طبعا مختلف مباراه النهائي يعني ممكن ما تتكرر خصوصا انك انت بطل المسابقه اللي طافت فاتوقع ان المباراه راح تكون تكتيكها وتحضيرها يختلف راح تكون مباراه بعيد عن الدوري عن مباريات الدوري مباراه نهائيه اتوقع الكل متحفز لها اللاعبين ودهم يلعبون خصوصا قدام فريق مثل القادسيه تكتيك هل راح يفاجئ الجماهير يعني في تكتيك معين هاف سم تكتيك فور ذس جيم No, this is very strong team, and I don't speak with you about tactics. Yeah, hey, طبعاً هذه أسرار ما أقدر أقول عنها. راح إن شاء الله راح يفاجئهم في تكتيك إذا كان في تكتيك.
أتمنىكم كل التوفيق. هذا كان يعني كلام الكابتن ميتشيلا، اكيد يعني اكد على جاهزيه الفريق. يعني مشاري انت حامل لقب، يعني لازم البطوله ما تروح من يدكم، عندكم هذا الهاجس انه ممكن البطوله تروح منا احنا هالموسم نوعا ما، خلينا نقول راحت جميع البطولات، فبالتالي يعني ما عندكم الا هالبطوله اللي تحطون حيلكم فيها. والله الصراحه يعني انا اللي اشوفه من اللاعبين صراحه بالنادي تركيزهم كله على بطولة النهائي صاحب السمو، يعني خصوصا ان احنا تقريبا فقدنا الامل بالدوري، وعندنا يعني تركيزنا ببطولة هذا النهائي وكاس الاتحاد الاسيوي، يعني يعني بطولتين هذين المهمتين صراحه. اكيد يعني بس حبيت اوضح من قبل شوي يعني يمكن مع مشاري ان عن ما شاء الله انه يقول زين، ويمكن انا حاولت اقول لا يعني انت ما تقصد زين بمعنى زين، لا يعني يمكن انا مشاري ونواف من الناس اللي اعتز فيهم وشخصيتهم جميله ودائما مبتسمين، فبالتالي يعني قاعد نسوي جو يا بعض، نتمنى يعني ايمن الحسيني الوضع ترى طبيعي، وحتى قال يعني مشاري لا تبلشنا موضوع، لا انا ان شاء الله ما راح ابلش اللاعب نواف. يعني لازم اشيد صراحه فيك، يعني انت في مباراة السويق العماني كأس الاتحاد الآسيوي، وخاصة الكابتن عبيد الشمري والكباتن بالاستديو التحليلي، الكل قاعد يشيد بنواف المطيري، يعني واضح ان انت قاعد تدوس على نفسك مثل ما يقولون عشان تقدم اداء جيد، وهذا الشيء ثبت، يعني رادان نشوفه حطك خلاص بالتشكيلة الأساسية يعتمد عليك، وانت قاعد تقدم المستوى المطلوب، هذا شيء طيب بعلاقتك مع رادان. شنو ردة الفعل اللي تشوفها من الناس؟ أنت بينك وبين نفسك مرتاح هذا الطموح اللي أنت بتوصله، ولا عندك أكثر تحس؟ بالعكس يعني لو أقول لك أنا طموح أني أوصل بس 11 لاعب، بالعكس أنا مو لاعب إذا كان هذا طموحي. الحمد لله يعني بديت الموسم، كان أول لعبة بالموسم ما شاركت فيها، شاركت بشوط ثاني، هي بداية كالسوبر في نادي كاظمة، الحمد لله لعبت شوط ثاني، قدمت مستوى، رضيت عن نفسي، قدرت أخذ لي مكان الحمد لله، قدرت أقدم أشياء اللي يطلبها مني السيد رادان بالفريق، الحمد لله حاولت أني أسعى بالمباريات واجتهدت، وهذا طبعا كله توفيق من الله سبحانه وتعالى. وبالعكس اللي يقول بالعكس أنا طموحي أني أرجع ثاني مرة أني ألبس الفنيلة الزرقاء وممثل منتخب الكويت. عندك الطموح؟ عندي الطموح الحمد لله، بالعكس يعني دائما غالبية الناس يقول لك والله اللاعب يمكن بالعمر هذا كبير، بالعكس تبعين كم العمر؟ 28 لا لسه اي 28 فالناس يقول لك والله العمر هذا خلق كبير، لا بالعكس يقول لك ذروه اللاعب يعني تكون من 27 لغايه 30، يعني هذا كلام شياط، لا هذا كلام اللي يقول لك اللاعبين الكبار يعني اللي يكون ذروه اللاعب وعطاهم يعني بالعمر هذا يعني العالمي يمكن مو ربعنا، انا اتكلم عن روحي يعني الحمد لله. فمو قصه اني محافظ ولا مو محافظ، بالعكس انا اشوف انه هذا الشيء قاعد نشوفه نواف يعني اربع سنين في اربع سنين ثلاث سنين، يعني فكره الاعتزال مثلا لا لا كلش كانت موجوده بالسابق. يعني انت ما يقول يوم كنت يوم رحت نادي السالميه، يوم رحت السالميه سنه ورديت يعني ما قدرت اني اشارك يعني حاشك احباط، حاشني احباط عادي هذا شيء طبيعي، يعني فكرت اني ابتعد، لكن على قولتهم جاء المدرب رادان واعطاني فرصتي يعني. يعني احنا نقول الكلام هذا بوجود نواف ولا مو بوجوده، يعني احنا تكلمنا يمكن الكابتن عبيد الشمري، انا اعتقد رجل بقيمه الدكتور عبيد الشمري لما يشيد في لاعب اكيد هو يقصد الاشاده وليس المجامله، يعني انا بعتز الفرصه يعني انا صراحه كلام مثل كلام الدكتور عبيد الشمري يعني تدري شنو مستوى كلاعب ومستوى يعني الاخلاق، يعني الدكتور عبيد كلام هذا وسام وتاج على راسي من فوق، واحب اشكره من خلال برنامجكم اللي هو برنامج كافي رياض. مشاري قاعد يعطيك نظرات مشاري السالميه حارب كان حتى بالسالميه كان وياي بالسالميه رميت ولا مو رميت؟ لا مو رميت عشان طول بعض في منافسه وين؟ بالنادي السالميه يوم كنتوا بالنادي السؤال المشاري كل فريق في منافسه اكيد وشلون نواف وياكم لا كله افوز عليه بالتقسيمه عادي عادي سهل هذه الايام يمكن كان متحبط مشاري عمد شاء الله معروف عن
خلينا نقول عند جميع الكويتيين ها، وخاصه ايام يعني خلينا نقول 96 و98 الكل يتكلم عن ما شاء الله انه ما يملك خلينا نقول الجانب الفني كثر ما يملك الجانب المعنوي، انه يعرف يتعامل مع اللاعبين. يعني بال 96 98 مشاركته ما كنت موجود، شلي كنت اتابع يعني. كنت اتابع لكن يعني ما عشت مع ما شاء الله، انا اقصد بالمنتخب اذا كنت عاد موجود بالمنتخب ما ادري. شلون اجواء التدريب مع ما شاء الله، شلون شفتها؟ والله صراحة أجواء حلوة يعني. أنا يعني شوف بالعكس نفس ما قلت أنت، يعني ما شاء الله تمرينه حلو يعني. يعني لما تروح النادي ودك إنك تمرن، مو يعني والله رايح ومالك خلق أو كأنك مغصوب عن التمرين. فجوه يعني ما في يقول يعني صارخ هو يعني. لا والله يزف شوي بالمباريات شوي يزف بس يعني بالتمرين يعني بالعكس. وقبل المباراة يعني مثل النهائي يعطي نصائح معينة؟ أكيد لازم يعني يعطي نصائح، يقعد مع لاعب أنت شنو لازم تسوي. لاعب لاعب إيه تغري يعني، ولا بالاجتماع بالاجتماع ويأخذ يعني لاعبين معينين يعني ويكلمهم. يعني احنا ما نتكلم ان القادسية الأفضل وانه هو يعني ما في فريق مثل القادسية، لكن الواقع يقول ان القادسية الآن هو الأفضل يعني، متصدر الدوري 9 نقاط عن نادي الكويت. فبالتالي يعني هالشيء يشكل لكم هاجس انتم كلاعبين نادي كاظمة ان القادسية يعني فريق، وفريق واضح انه قادم وبقوة حق نهائي كأس الأمير. لا صراحة بالعكس يعني هالشيء يعني يصير مثل دافع معنوي انه مثلا احنا نفوز يعني على نفوز على القادسية عشان يعني تثبتون. يملك يعني محترفين جيدين صراحة، لاعبين منتخب يمكن 10 الى 11 لاعب يعني. هذا دافع معنوي شماعة يعني هذا الصدق هذا الواقع بس. ويعني هذا دافع لنا ان نقدم مباراة جيدة تعطيكم دافع ونثبت حق العالم ان شاء الله ان احنا الافضل وناخذ كاس الامير. كاظم الافضل ابراهيم مشاري اكيد يعني فريقك. كل مباراة لها ظروفها والمباراة النهائية اللي تحدد ان شاء الله. والله وراك شيء يا مشاري، ما انت خالي. طيب شفنا ما شاء الله من قبل شوي رد على مشاري، خلينا نشوف رادان شو يقول حق نواف. نقول عن اعداده جاهزيته لمباراة كاس الامير المرتقبه، كاس غالي على كل الكويتيين يعني. هو جاهز خلاص المباراه، نعتبرنا اليوم مباراه اليوم صفحه وانطوت ويعد فيها المباراه امام كاظمة. كابتن هياس كاباوت ذا بريبريشن فور فاينل امير كاب نيكست ماند نيكست ونزداي. What you prepare for the match, because this tournament or this champion is يعني very very big for all public in Kuwait, because Amir of Kuwait will coming and all the players and all the sportsmen will shake for Sheikh Subah. I'm sure that is maybe one of the biggest sports time what they will be this season here in Kuwait, you know, final of Kas Emir. We don't have something special for preparation because we don't have too much time, you know. Now we have tomorrow recuperation, after tomorrow light training, little bit prepared tactically. 2 days, that is really not enough in football, you know. I hope just then we will be in one good psychologically level this match, then we will coming in this match like what we know. I hope every player they will coming real serious in this match. I hope then we will play one good match till this in one match that is 50-50. And that can be everything, you never don't know. But I believe and I trust in my players, then we will be in this moment, most important moment this season, then we will be real good. طبعا يقول انا ما عندي تحضير خاص يعني حق المباراه، لكن الوقت ما يسعفنا او مو يعني ما في وقت يعني يومين وبعدين رحت له فتره قصيره، بالاضافه اذا اللاعبين كانوا بتركيزهم ويعني دشوا بتركيز بالمباراه ان شاء الله راح يقدمون مباراه طيبه. طبعا هو كله ثقه في اللاعبين وعارف امكانيات ربعه، لكن مثل ما قلت لك الوقت قصير يعني باشر عنده ريكفرينج وبعدين عقبه تكتيك بسيط قبل المباراه. اي لكن ان شاء الله احنا من بكره راح ندش معسكر داخلي استعدادا حق المباراه النهائيه.
يعني كان هذا كلام رادان طبعا لعدسة برنامج كافيه رياضي. وصلني يمكن مسج من أخوي الكابتن محمد بنيان، وأنا أعتقد نخلي كسؤال أخير حق كابتن نواف المطيري. سلم عليك. الله يسلمك عبد الله. ويقول لك شنو طقوسك قبل المباراة، أو أنه بيذكر لي شنو الطقوس إذا ما ذكرتها صحيح. والله طقوس والله ما أقول لك يا أخوي بدا، يعني هو أكثر واحد يعني ضروري تقولها، هو أكثر واحد يحاول يمنعني منها. بس يعني لما أكلمه يمنعك منها؟ إيه لما أكلمه يعني قبل المباراة أقول له، يقول لي مشكلة أنك يعني أنا أعرفك وأعرفك شنو أنت داخل الملعب، روح سوي طقوسك. شنو الطقوس؟ والله هو يقول لك يا من عندنا، ما أقدر أقول طقوس. يلا ناطر يا أبو عبود. عرفت؟ هو عارف الطقوس، وأحب أشيد بفرصة يعني أشيد يعني بجهازنا الإداري، يعني على رأسهم مدير الذهبي محمد البناي، ومدير الفريق محمد بنيان، ومشرفنا الخلوق أبو يوسف عبد الله الحقان. يعني صراحة يعني على قولتهم يسهرون على راحة اللاعبين، يعني ودائما يباشرون اول باول، حاطين بالهم على الفريق. فحبيت اشكرهم من خلال البرنامج. جمهوركم ايش تقول لك كلمه اخيره؟ جمهورنا اقول لهم يعني يمكن اول موسم احنا جبنا لكم اللي كاس السوبر، ووصلنا نهائي كاس سيدي سمو العهد، وخسرنا بضربات ترجيح. يعني تدري الكره يعني تقول هذه ضربات ترجيح، ضربات الحظ، ضاعت منا بطوله. وكان ودنا نهدي لكم البطولات كلها، يعني ما جينا لبطوله كاس الامير والدوري. نتمنى دعمكم وجودكم باستاد نادي الكويت يوم النهائي ان شاء الله، يوم الثلاثاء ان شاء الله، يوم الثلاثاء نشوف الملعب ان شاء الله اصفر، وبدعواتكم ووقفتكم معنا ان شاء الله نحصد البطوله الثانيه بالموسم هذا. مشاري لازم ترد، يبي الملعب كله اصفر. نواف والله شو تقول حق جمهوركم؟ اصفر برتغالي، نبي نشوف جمهور صراحه، من زمان مو شايفين جمهور يفول الملعب. المهم جمهور، المهم نشوف جمهور، نبي مباراه حلوه ممتعه تليق بسمعه الفريقين. الفائز نقول له مبروك، والخسران نقول له هارت لك، وهذه كرة القدم، لابد من خسران مباراة بالنهائي. إن شاء الله أنتم، إن شاء الله. إن شاء الله لابد، إن شاء الله أنتم. ترى أعطاني قاعد يحاول يكتب يعني الكابتن محمد بنيان شنو الطقوس، وأنا أحاول أطول شوي هالعشرين ثانية. أبناشده من البرنامج يعني أبو عبد الله، يعني إن شاء الله الطقوس تكون هاي سرية بيني وبينك إن شاء الله. إن شاء الله يعني خلي الطقوس سرية بيننا. أشكركم أنا بصراحة، يمكن الوقت ما أسعفنا، قلت بداية الحلقة، الحلقة اليوم جدا ثقيلة بتقاريرها، لكن إن شاء الله دسمة بالأخبار الموجود فيها. يعني استمتعت بوجود الكباتن بصراحة، والروح الرياضية اللي أتمنى أنها تستمر في الملعب، وهذا شيء مغريب عليكم، ولو أني أشك مشاري بيسوي شيء بيوم المباراة. مشكور مشاري على وجودك في البرنامج، وإن شاء الله أتمنى لكم التوفيق للفريق في كل الشكل لك. مشاري. أشكرك. أشكرك. ما خلتني أرد، ما أعطيتني مجال. مستحيل. مشكور يا مشاري، ومشكور يا نواف المطيري عن تلبية الدعوة. أنا ودي أقول كلمة لوجهها لدارة القادسية ودارة نادي كاظمة. ما في أحد عشر ثواني. أي ما في أحد خسران مصافحة سيدي سمو أمير البلاد، هذا أكبر شرف وأكبر بطولة لكل الكويت. أكيد لابد. وهذا شيء أكيد. خلنا ننتقل معاكم إلى التقرير القادم. يعني يمكن الإخوان كنسلوا يمكن أكثر من ثلاث تقارير، فيعني يمكن نسيت أي تقرير الحين راح. وصول وفد نادي المعاقين، حتى المخرج مستعيل يعني لما يقول لي شنو الخبر. وصول وفد نادي المعاقين الكويتي لدولة الإمارات للمشاركة في بطولة فزاع، ودائما احنا كلنا ثقة بالأخوان في ذوي الاحتياجات الخاصة انه ما يرجعون الا والذهب وياهم.